مرحبا بك سي غازي السويسي، ممثل عن جمعية حماية الميناء والبيئة البحرية بدولب. كان تحكي لنا شوية على التظاهرة هذه وعلى نشاط الجمعية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. النشاط هذا يندرج ضمن الأنشطة اللي تبرمجها الجمعية من حين لآخر، واللي يعني هو نشاط مخصص لفئة البحارة أساسا. هو يوم صحي وفيه عيادات مجانية لفائدة بحارة طبولبة. هذا معناها نشاط يعني نجم نقوله فريد من نوعه، موجه خاصة للبحارة، وهو في الحقيقة معناها يندرج ضمن أهداف الجمعية اللي نص على العناية والإحاطة بالبحارة صحيا وبيئيا وثقافيا. هذه مصافحة أولى، وعندنا برنامج آخر إن شاء الله نتوفقوا باش نعملوه في قادم الأيام، ويتعلق خاصة بنشر الثقافة البيئية في وسط الخيام البحارة. Damn it.
صحيح صحيح. Chaque jour, on trouve une ferme de 6 cages.